أيها الناس، لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع، ولا قدست أمة لا يعمل بجدية على تحرير أسراها البواسل، ولا قدست أمة لا تحافظ على مقدساتها ولا على المسجد الأقصى، ولا قدست أمة يعتقل فيها معلم ومربي أجيال لأنه يريد أن يقول لطلابه هذه خرقة سايكس بيكو ليست راية لنا، وإنما رايتنا هي راية رسول الله صلى الله عليه وسلم السوداء المكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله. وكان الأحرى والأجدر برجال الأمن الوقائي الذين دخلوا إلى المدرسة واعتقلوا ذلك المدرس الدين المعلم الطيب أن يقبلوا نعاله لأنه معلم الأجيال ومربيها، ما كنا لنصلي صلاتنا اليوم لولا المعلمون، ما كنا لنتفقه في ديننا لولا المعلمون، ومعلم الناس الخير الأول هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الرايات الكاذبة المعبرة عن الاستقلالات الكاذبة فهي تحت أقدامنا، لأنها ليست من ديننا ولا من عقيدتنا، وإنما دخيلة علينا، والذي رسم حدودنا وأعطانا ألوانها هم الأمريكان والإنجليز والفرنسيون سايكس وبيكو. أما أركان الاستقلال الكاذب فلكل شيء أركانه، حتى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم له أركان في الكذب، وأركان الكذب في الحديث أربعة: الواقدي في بغداد، وإبراهيم بن أبي يحيى في المدينة، ومقاتل بن سليمان في خراسان، ومحمد بن سعيد المصلوب في الشام. وأما أركان الاستقلال الفلسطيني الكاذب فهي معروفة، أذكركم بها. أولاً الخارطة، خارطة فلسطين من أركان الكذب في الاستقلال لأنها جزء من بلاد المسلمين. ثانياً سلطة فلسطين من أركان الكذب، كابراً عن كابر أو صاغراً عن صاغر. ولو أردنا أن نحدث عن الكذابين الفلسطينيين منذ قرار جامعة الدول العربية مروراً بإنشاء منظمة التحرير الفلسطينية برؤسائها جميعاً، لقلنا حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن جامعة الدول العربية، وكلهم كذبة كذابون. وأما الذكرى، ذكرى الاستقلال، فذكرى كاذبة لأنه لا استقلال، والأقصى تحت الاحتلال وفلسطين تحت الاحتلال، ولا نملك من أمرنا شيئا. وأما الراية فتحدثنا عنها، خرقة سايكس بيكو لمسح النعال فقط. وأما الرجال فها نراهم رجال السلطة والأمن الوقائي وغيرهم يعتقلون الذين يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكفى بها تهمة، فالله خصيمهم ومحمد خصيمهم يوم القيامة. وأما الشرطة وقد تحدثنا عنهم، وأريد أن أنقل لكم رواية صغيرة حصلت مع أم ولد لهارون الرشيد، وكان قد مر من الشارع
عبد الله بن المبارك، فلحقه الناس حتى ثار الغبار. فقالت الزوجة أم ولد لهارون الرشيد، قالت: من هذا؟ قالوا: ابن المبارك. قالت: هذا والله هو الملك، وليس كملك هارون، لا يجتمع الناس فيه إلا بشرط، يعني بالعسكر بالشرطة. حضرات الإخوة الكرام، أمة هذا حالها يبكى عليها ويعمل بجدا من أجل تغيير أحوالها، وذلك بإقامة دولتها التي توقر علماءها ومعلميها وتحرر أسراها وتحمي أقصاها، ويبارك الله فيها وفي رجالها. فإلى العمل مع العاملين لإقامتها أدعوكم. ولا قدست أمة لا تحافظ على مقدساتها ولا على المسجد الأقصى، ولا قدست أمة يعتقل فيها معلم ومربي أجيال لأنه يريد أن يقول لطلابه: هذه خرقة سايكس بيكو ليست راية لنا، وإنما رايتنا هي راية رسول الله صلى الله عليه وسلم السوداء المكتوب عليها: لا إله إلا الله محمد رسول الله. وكان الأحرى والأجدر برجال الأمن الوقائي الذين دخلوا إلى المدرسة واعتقلوا ذلك المدرس الدين المعلم الطيب أن يقبلوا نعاله لأنه معلم الأجيال ومربيها. ما كنا لنصلي صلاتنا اليوم لولا المعلمون، ما كنا لنتفقه في ديننا لولا المعلمون. ومعلم الناس الخير الأول هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الرايات الكاذبة المعبرة عن الاستقلالات الكاذبة فهي تحت أقدامنا، لأنها ليست من ديننا ولا من عقيدتنا، وإنما دخيلة علينا، والذي رسم حدودنا وأعطانا ألوانها هم الأمريكان والإنجليز والفرنسيون. أما أركان الاستقلال الكاذب فلكل شيء أركانه، حتى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم له أركان في الكذب، وأركان الكذب في الحديث أربعة: الواقدي في بغداد، وإبراهيم بن أبي يحيى في المدينة، ومقاتل بن سليمان في خراسان، ومحمد بن سعيد المصلوب في الشام. وأما أركان الاستقلال الفلسطيني الكاذب فهي معروفة، أذكركم بها. أولاً الخارطة، خارطة فلسطين من أركان الكذب في الاستقلال لأنها جزء من بلاد المسلمين. ثانياً سلطة فلسطين من أركان الكذب، كابراً عن كابر أو صاغراً عن صاغر. ولو أردنا أن نحدث عن الكذابين الفلسطينيين منذ قرار جامعة الدول العربية مروراً بإنشاء منظمة التحرير الفلسطينية برؤسائها جميعاً لقلنا: حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن جامعة الدول العربية، وكلهم كذبة كذابون. وأما الذكرى، ذكرى الاستقلال، فذكرى كاذبة لأنه لا استقلال، والأقصى تحت الاحتلال وفلسطين تحت الاحتلال، ولا نملك من أمرنا شيئا. وأما الراية فتحدثنا عنها، خرقة سايكس بيكو لمسح النعال فقط. إذا كنت مسلما ادعمنا بالإعجاب لنعرف عدد المسلمين في هذا المقطع، ولا تنسى أن تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
إذا كنت مسلما ادعمنا بالإعجاب لنعرف عدد المسلمين في هذا المقطع، ولا تنسى أن تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.